انا احنا هنستغل وجودك النهارده يا محمود، وهتقول لنا وتقول لمشاهدينا، احنا دلوقتي ابتدينا بيج على الانستجرام مثلا، خلاص الصفحه بتاعت الانستجرام دي بتاعت واحد عايز يكون عنده فولورز كتيره، ايه هي الخطوات اللي هو يعملها علشان يجذب عدد كبير من الفولورز ويبتدي يتعرف؟ طيب هو الهدف بتاع فولورز كتير ده نتيجه، ده مش هدف. اوكي، فهو لازم الاول يحدد هو ايه هدفه من الكونتنت اللي هو بيقدمه. احنا علشان نتفرج على اي حاجه، احنا في الاخر السوشيال ميديا لو هنعرض عليها محتوى، انا عشان اتفرج على المحتوى ده وابقى فولور مثلا لحضرتك، يبقى لازم تضيفي لي اي قيمه. أوكي. سواء كانت قيمه educational، حاجه تعليميه، او ممكن تبقى قيمه انترتينمنت، دي برضو قيمه، حاجه طبعا ترفيهيه. فلازم حتى لو كوميدي، في ناس كتير بتتابع حاجات بدمها خفيف والواحد بينبسط لما بيتفرج عليها برضو، يعني بيحسن المود، ودي قيمه بالظبط. انت في الاخر اضفت للشخص ده حاجه كويسه، حاجه حلوه، بالعكس ممكن تكون حاجه اهم كان محتاجها مثلا هو ينبسط في اللحظه دي. فلازم تحدد ايه الهدف بتاعك، ايه القيمه اللي هتضيفها للناس، دي اول حاجه. تاني حاجه لازم تعملها بطريقتك، لان خليني اقول لك ان تقريبا كل المعلومات اللي في الدنيا موجوده على السوشيال ميديا، مفيش طبعًا. حد هيطلع وجوجل بالظبط، مفيش حد هيطلع بحاجه جديده، صح؟ هنلاقي في الاخر 500 مصدر قالوا نفس الكلام قبل كده. اللي بيفرق كونتنت من كونتنت ازاي انا بقدمه، بنسميها السيكريت سوس او الوصفه السريه، يعني الطريقه بتاعتك هي اللي هتخلي الناس تتابعك، فخليك على طبيعتك. تالت حاجه ان انت لازم تكون بتنبسط وانت بتعمل حاجه دي. ليه؟ لان انت هتعك كتير جدا. اول فيديو لما باجي اشوف اول فيديو انا عملته بقول ايه الوحشه دي، ده اوحش فيديو عملته في حياتي. واحده واحده اكيد بتحسن مع الوقت، يعني بالظبط بتطوري نفسك مع الوقت، ما تركزيش قوي. دي النصيحه الرابعه مع الكواليتي. الكواليتي فيها شويه حاجات بيزكس، اضاءه، ببص لشباك، ميكروفون عشان صوتي يبقى واضح، او يبقى صوتي في مكان هادي عشان ما فيش حاجه تشوش عليه، وبركز اكتر على الكونتنت، المحتوى بتاعي هو اللي بيقول ايه، وشويه شويه بحسن في الكواليتي. طيب انت قلت لنا اول فيديو كان وحش قوي، اكيد بعد شويه بيتحسن، صح؟ اول فيديو عملته كان ايه؟ اول فيديو عملته كان عن سن ال 40، كنت لسه تمام 40، وعملته عن سن ال 40 وازاي الواحد بيفكر ان هو ممكن يكون في سن ال 40 ده، يعني حاسس ان هو كبر، لكن في نفس الوقت حاسس ان هو اتعلم حاجات كتيره، وممكن يكون مش اسعد فترات حياته وهو صغير، فسن ال 20 ممكن يكون قابل مشاكل دلوقتي ما بقتش عنده لانه اتعلم منها. فده كان اول فيديو. لما باجي ابص على الاداء بقول ازاي انا نزلت الفيديو ده اصلا. انت بتكبر وادائك بيتحسن. بالزبط. اكيد بالزبط. كان في حاجات وحشه كتير، انتقادات على الفيديو ده في الاول؟ لا، لان هو كان الفيوشيب بتاعه كان قليل جدا، كان حوالي 2000 2001، يعني اول فيديو عملته 2000، ده على فكره رقم برضو. ده كان على يوتيوب، وانا اظن ال 2000 دول كان اغلبهم صحابي. اوكي. فهو كان في مجامله شويه الى حد ما يعني، فما كانش في انتقادات، بالعكس هو الانتقادات بتزيد لما الفولوينج بتزيد. بتزيد طبعا.